خطوات بسيطة تستطيع بها الحصول على تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عاماً ومؤازرة المنتخب المصري. هنا أحد منافذ استلام التذاكر المخصصة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة. زمان كنا لما نروح استاد القاهرة كنا بنقف طابور ونقطع ورق وقدام الاستاد يبقى مليان ورق وأزاز ما بتاع. الموضوع بقى سهل جدا، احنا بنتحرك بنظام. حتى دخلنا في البطولة، يعني البطولة أمم أفريقيا للكبار، كانت زحمة جدا ومع ذلك كنا بنخش بسلاسة جدا، ما كانش في أدنى مشكلة خالص، الموضوع كان سهل وبسيط. وباتباع أسلوب الحجز الإلكتروني من خلال إنشاء حساب على موقع شركة تذكرتي، أتيح للجمهور إمكانية استلام التذاكر في أي وقت عبر 30 منفذا لإحدى شركات الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية، على أن يحصل المشجع على 6 تذاكر فقط عن طريق نظام بطاقة المشجع التي أثبتت نجاحها. أنا بروح الاستاد دلوقتي، أنا عندي بنت 8 9 سنين 10 سنين ببقى مطمن معها، ودلوقتي أنا جاي أستلم الفان آي دي بتاع ابني 16 سنة تحت السن، برضو ما جاي أستلم الفان آي دي بتاعه. وتبلغ قيمة تذكرة الدرجة الثالثة 20 جنيها و30 جنيها للدرجة الثانية، وأما الدرجة الأولى فتبلغ قيمة تذكرتها 75 جنيها. أسعار في المتناول تشجع قطاعات متنوعة من الجمهور للاستمتاع بالمباريات. سهلت فعلا دخول الجمهور للملاعب تاني، بس ياريت ترجع كمان يعني تطبق نظام الفان اي دي ده هون في نظام الدوري المصري وبطولات الاتحاد الكورة. اعتقد دي هتفرق كتير جدا في حضور الجماهير، لان هتسهل الدخول وفي نفس الوقت بتدي بتبقى عارف مين كله، يعني كل واحد داخل عارف مكانه فين وعارف هو مين اللي داخل ومين اللي مش داخل، واعتقد ان هي كمان بتسهل دخول وخروج الاستاد. نجاح حققه نظام تذكرتي في هذه البطولة وما سبقها، محدثا فارقا كبيرا في القضاء على السوق السوداء وفي عملية دخول الجماهير بأعداد غفيرة بسلاسة لحضور المباريات بدلا من الوقوف في طوابير لحجز التذاكر.